نحتاج رأس لهان كبير نقصه بهذا الشكل. راح نخلي ماي حار، نخلي عليه هيل كمون، ونخلي رأس لهان بي وبصلة صدق حتى لا انسى. بعدين راح نحضر باذنجانة، كوسة، وحبة بطاطا راح نثرمهم ناعم للحشوة كرفس حتى لا انسى. راح نشيل طبقة طبقة من اللهانة حتى تستوي كلها بشكل متساوي. بعدين راح نقطعها حتى نحصل على قطع متساوية. راح نجهز الحشوة، نجيب التمن نضيف عليه الخضار، راح نخلي البهارات هي زنجبيل وكمون واربعين بهار وفلفل اسود وليمون دوزي، راح نخلي معجون ونخلي صاص وكاتشب ودبس رمان والزيت، راح نخلطهم زين. بعدين راح نلف طريقة بسيطة يعني تعرف عليها، راح نخليهم بالجدرية. اخذت من النار تقريبا ساعة ونص، ذابت تماما تماما، وعليكم بالعافية ان شاء الله يا رب. Yeah.